أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم اليومي التفاعلي تواصل.com. كالعادة قبل أن نذهب إلى التفاصيل نبدأ بما لدينا في هذا العدد من عناوين. البداية من محافظات واسط ونيسان والقادسية، وكيف أن مياه الأمطار تغرق منازل المواطنين وسط عجز وإهمال حكومي متواصل بحقهم. ثم إلى متظاهري البصرة الذين يواصلون تظاهراتهم ويهتفون ضد الأحزاب الفاسدة ويؤكدون أن تظاهراتهم مستمرة. بعد ذلك نتجه إلى مدينة الصدر، حيث ضرب عناصر إحدى الميليشيات أحد رجال المرور وحملة للتعاطف مع رجال المرور بعد تكرار الاعتداء عليهم. أما الختام فسيكون مع ما رصدته كاميرا المراقبة من سرقة لحقائب سيدات وسيارات مدنية من أمام منازل أصحابها. أهلا بكم. البداية مع حديث سابق لمحافظ واسط موجها إياه بطريقة استعراضية لمدير المجاري في ذات المحافظة، يقول له إذا غرقت أنزلك بالماء. نتابع. هاي المرة غرقت نام بالماء، ما له شغل. طبعا المعلومات الأخيرة أعزائنا المشاهدين أفادت بأن عدد ضحايا السيول الأخيرة يزيد عن 20 شخصا، إلى جانب ما يربو على 120 جريحا. مشاهدينا، بعد حديث المحافظ حصل أن غرقت محافظة واسط بالأمطار خلال الموجة المطرية الجديدة. عمر عمر روح واش وكا صورنا وما ادري صورنا وما ادري الماي دخل على البيوت على المحلات يلا يلا با يلا هاي البياضان صايب النعمانية. خلي شوف الدولة الحكومة، هذا العالم قرقة وشوفوهم، شوف هاي العالم قرقت، شوف الدراك شلون تشعب. مواطن من محافظة ميسان قائلا إن الحالة في محافظتنا سيء تماما كحال غيرها من المحافظات. ها حمودي السلام عليكم. السلام. شوف ايش رايح تسوي اليوم؟ يجيك بطران ويقول لك محافظ مال العماره، محافظ مال العماره، وين هالمحافظ؟ يحزونا على المحافظ مال العماره والبلديات. ربك هاي وضعيه ويحزونا على العماره. العماره ايش فيك؟ محافظ يبوك وزراء المحافظه، البلديات ما تطلع، ليش اساس مال؟ هاي العماره يحكون عليها ويجيك واحد تروح للديوانيه، تروح للبصرة، تروح للحلة، للنجف، وين ما كان يجيك العمارة يعانكم على المحافظ غير ما يدرون بينه، منعون وادينه ويجي تصب للمحافظ. وين هذا المحافظ غير؟ ليش هاي العمارة أم النفط أم الخير أم بير واحد مهندسة اشتغل بشركة صينية مال بتروتشاين، بير واحد قول له لو يعطوني بير واحد، البير ينتج 120 بير، ها أخلي كل مواطن كل مواطن الى 750 ألف. هاي وحده وانت بتمشون على ذهب، يقول ما تمشون هيك، ليش يا حرام يصير فيكم هيك؟ والله تقول انت اصلا ما يصير عندكم هيك، لا تطيح نقطه تطيح مجال، ليش هاي المجال نفسها مسدوده قاعده نظفيها صاعد ماي للرصيف؟ الله يرضى محمد. شوف سياره، شوف شوف هذا غلط، شوف هاي طفل. في القادسيه المياه تغرق البيوت وازدياد معاناه مواطني ناحيه آل الدير. احد الغرقانين، هاي الناس الغرقانة عمي، شوفونها الناس غرقانة عمي، البيت شلون طيق، بيت قويق،
وغرقت الوادي. هاي الناس فزعت لي، هذا رحيم الجبال خطايا فزعت لي الناس. غرق هذه يا غرق خطايا غرق. شوفونا الرجاء شلون غرق. هاي الناس فازعه، شوفونا طلع بالغراض مالتي خطايا المسكين هذه. تعال محمود ارفع تصوير، ارفع 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 الناس على الغيرة. هاي بناحية ارفع البدير، هاي الفراشات شوفونها شلون فرقت عم الوادي. هاي خشابة، هلا هلا برا عمي. هاي البنات هاي الخشاب مالتي. تعالين هنا. هاي الكنتور. يبو يلا هاي شرباية خطاية، شوفونها شلون غرقانة. غرقت عمي الناس. هاي الله يساعدها، هاي بالمحية صغيرة بناحية تالي بدير. إلى جانب هذه الكوارث مستمرون، حيث غرقت منطقة الرهيمة في بحر النجف بسبب العجز الحكومي عن حل الأزمة. من غرقة الوادي يا سيد دويل عقلنا هذا المندوب سام. من تعب الفول؟ خلنا خابر، خلنا خابر أحمد. أوقف خلنا. السلام عليك. ها برو. غرقوا مركز قضاء الفاو في البصرة، ولقطات من داخل مركز للشرطة تعرض للغرق أيضا. نعم الآن نتابع مادة فيها مواطن يتهكم على غرق الشوارع من خلال رمي شبكته لصيد الأسماك. والله شو تسوي علي؟ والله شو تسوي؟ شو تسوي؟ شو تسوي؟ فاجعتنا هاي المطرة، ولو يقولون الأمطار خير. إيه. ورأسا ما له حق ذل فتة من رجلي تكرم الزوج الحوي. لا والله. ما أنت ما أطلع أدور علي هنا أدور علي. شو والله. دخلت تطلع هاي السفينة. هاي السفينة. صور 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 هاي السفينة. بحيرة بحيرة. هاي السفينة جاي. هاي الموجة موجة موجة. على عيوني. القاد. أبو علي. إلى متظاهري البصرة الذين تجمعوا في فلكة العروس الأحد من أجل مواصلة تظاهراتهم. البصرة أما كذلك لو يجي جاية ثالثة استلام الجواز وحدك ولا حرج أنت قاعد تصرع تسلم جواز يعني جواز. المتظاهرون ينطلقون بتظاهرات جوالة ويهتفون ضد الأحزاب الفاسدة. والباس الغلي يطلع برا.
عشان صفك كسبك. المتظاهرون أيضا توجهوا إلى عدة دوائر رسمية منها دائرة الجوازات. الآن إلى مادة أخرى، حيث كثر مؤخرا حوادث أو كثرت حوادث الاعتداء على رجال المرور الذين يقومون بتنظيم الحالة المرورية بمختلف المحافظات. المادة القادمة فيها عناصر تابعة لإحدى الميليشيات بمدينة الصدر ترصدهم وهم يعتدون على رجل مرور وضربوه بالنعال. متابعة. لا بالنعال، هذا بالنعال لك الضيط. بس هو غبي ما يخلي ما ينادي على دوري مال نجد، سيجون يجرون. والله لا سولف. حملة تعاطف مع رجال المرور بدأت بعد الاعتداء عليهم من قبل الميليشيات وتكرار مثل هذه الحوادث من الاعتداءات. من منطقة الجادرية رجل المرور مثل ما تشوفون بالخلف يعني نزل في هذه المياه الآسنة على مود يفتح المجاري. يعني رسالة هي الأمين بغداد، أمينة بغداد، ذكرى علوش، إنه شوف 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 رجل المرور ايش بده يسوي. هذا دور رجل المرور لو دور الامانه. اسمع يقول لله سبحانه وتعالى بارك الله فيك هذول الرجال العراقيين. رجل مرور ينزل اليوم ويشتغل بالمجاري. طبعا هذا الشاب الناشط الذي صور هذا المقطع صوره مؤازرة لرجال المرور ويقول ان هذا ليس دورهم وانما هو دور البلديات ودور الحكومة التي لم تقدم أي جهد من أجل الإحاطة بمثل هذه الظروف، أخذ الاحتياطات اللازمة، وضعها في الحسبان. لماذا يعني يهان شرطي المرور بالشوارع من قبل الميليشيات؟ لماذا يقوم بعمل ليس من اختصاصه؟ لماذا يتبرع بإصلاح مثلا مصارف الصرف الصحي أو أنابيب الصرف الصحي؟ للأسف على العموم هذه الإشكالات بين أيديكم ولكم أن تحكموا بشأنها. الآن إلى عدسة المراقبة، حيث رصدت لصوصا على دراجة نارية وهم يسرقون حقيبة امرأة مسلمة. هاي ناس يبقى من خطوك قلت هذول يخلص ويدك إلى سرقة سيارة بيك أب منزل مواطن في منطقة جميلة ببغداد. الآن
شغلها. إلى فقرة آراءكم الآن، والمادة التي اخترناها لكم أعزائنا المشاهدين يحار بشأنها المرء ويستغرب من أمرها، هل يحزن، هل يفرح، هل يتعجب، هل يستغرب، هل يغضب. مواطن يحاول الانتحار من فوق الجسر الإيطالي بالبصرة. المفارقة أن الشرطي الذي حاول أن يمنعه من الانتحار يهدده بعبارة ارجع لأرميك. هذه العبارة طبعا كما يقول شباب التواصل الاجتماعي من العراق على مختلف مواقع التواصل يقولون إنها تدل على العقلية الأمنية في التعامل مع كل حادث في العراق. هي عبارة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية كنموذج يظهر كيفية حل المشاكل بين العراقيين. نتابع هذه المادة ومن ثم نعود إلى قراءة في أبرز ما جاء كرد فعل عليها من تعليقات. لا تعوفه لا تعوفه لا تعوفه، ارجع يا معود، ارجع ارجع، لا تعوفه لا تعوفه لا تعوفه لا تعوفه. شباب هذا واحد يريد ينتحر من الجسر الايطالي، ارجع ارجع تشبيك، ارجع ارميك ارجع، نزل من هنا، لا تعوفه ارجع، لا تعوفه سحبه، ارجع تعوفه سحبه سحبه سحبه، اي 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 سحبوه سحبوه، روح شوف النجدة النجدة هناك، روح ودي النجدة، لا يا ابا ما يطيح هنا، لا تعليق. لكن الشباب العراقي في فيسبوك كان لهم تعليقات مختلفة، نذهب إلى أولها الآن. في التعليق الأول دامية تكتب: الموت بالطلقة أقسى من الموت غرقا، لذلك هدده وابتسامة سخرية. إنها تشرح رأيها مبينة لماذا فعل هذا الشرطي ما فعل، ساخرة من فعلته بطبيعة الحال. إلى تعليق آخر. ناقة تكتب: بالعراق وين ما تكون حتى لو بالبيت ممكن تنرمي لانصايرة بوبجي بفضل الدقات والأعراس والعراضات وحتى باستقبال الأطفال، أي جملة بيها كلمة مناسبة يصير بيرمي. هذه الفتاة تتحدث عن فكرة انتشار السلاح وفوضى السلاح بين أوساط مختلف العراقيين دون حسيب أو رقيب ودون مراعاة لأدنى اشتراطات السلامة العامة. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي ناصر يكتب: ملخص الحال بالعراق العظيم، حتى إذا تنتحر ما تخلص، وإن من السخرية ما يصيبك بمقتل أحيانا للأسف. إلى تعليق آخر. في التعليق الجديد محمد الزورائي يكتب: صدق موقف محزن بس ضحكت. محمد يتحدث عن حالة التناقض ما بين شاب فاقد للأمل معدم منهك وما بين شرطي بدلا من أن يحاول أن يروضه بكلمات طيبة يهدده بأنه سيطلق الرصاص عليه حتى يمنعه من الانتحار. إلى التعليق الأخير نذهب وإياكم، وكتبه خيري يقول: على أساس يريد ينقذ من الانتحار، غير ديمقراطية. الآن نذهب إلى تويتر. سيول العراق هو الهاشتاغ الذي نشط خلال الساعات القليلة الماضية أعزائنا المشاهدين، واخترنا لكم بشأنها أربع تغريدات نقرأها عليكم الآن. البداية بهذه التغريدة لمحمود الجهني يقول فيها: ديمومة الكوارث في العراق، تفجير، اغتيالات، سيول، وإلى ما هنالك من المصائب. تسمع خبر عن العراق فجأة تتذكر الموت. محمود يقول: ما إذا ذكر العراق للأسف يذكر الموت. هذا اختصار تغريدته. نذهب الآن إلى التغريدة الثانية، وفيها ما كتبت آمنة السامرائي تقول: آمنة، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اجعل المطر خيرا لنا لا علينا، وقنا برحمتك شر ما قضينا، اللهم ارحم من أخذت السيول أرواحهم. آمنة
بحس الملتجئ إلى الله بعدما فقد الأمل بالمسؤولين بالحكومة بالأحزاب التي يصفها مرتدو موقع تويتر بالفاسدة، ترفع أيديها بالدعاء أن يحمي الله العراق والعراقيين. إلى التغريدة الثالثة نذهب وإياكم، وكتبها مصطفى عباس، يقول: مصطفى اللهم الطف بهم بلطفك واجعل سقياهم رحمة لا عذابا ولا هدما ولا غرقا، وارحم من مات منهم وتقبلهم عندك من الصالحين. الآن مشاهدينا الكرام نذهب وإياكم إلى التغريدة الأخيرة، وفي التغريدة الأخيرة أعزائنا أحمد بن هزاع الحدب يكتب: كلما أتذكر أن مياه دجلة والفرات تصب في البحر ومنطقة الجزيرة الواقع بينهما عبارة عن صحراء، حينها أتيقن بأن بلاد وادي الرافدين ليس على ما يرام. رأي عربي فيه ما فيه ويستدعي التوقف عنده كثيرا. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى ما اخترنا لكم من مقاطع مصورة. انتهاكات تتعرض لها مدن غرب الأنبار وسط تعتيم إعلامي، تعالوا نتابع حتى نتعرف على طبيعة الأمور التي تدور هناك. ما هي الدول التي يمكن لحامل الجواز جواز السفر العراقي أن يدخل إليها زائرا؟ نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج تواصل دوت كوم، دمتم بخير، في أمان الله.